السلام عليكم. في البداية عاوز أتقدم بالعزاء في ضحايا حادث القطار، ربنا يا رب يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته ويصبر زويهم إن شاء الله بإذن الله تعالى، وكمان ربنا يا رب يشفي المصابين ويرجعوا بيتهم لأهليهم سالمين غانمين. الونش وطارق حامد ومحمد صلاح، الونش وطارق حامد اتبرعوا بالمكافأة صعود كأس الأمم الأفريقية وهي 200,000 جنيه، اتبرعوا بيهم لأهل الضحايا بتاع حادث القطار. ده طبعا موقف كويس جدا. محمد صلاح رفض ان هو يستلم المكافأة وبرضو تبرع بيها لضحايا حادث القطار. تمام، تعالوا بقى هنتكلم بعد الفاصل انني وصدام قوي جدا 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 مع الكابتن حسام البدري في المباراة الاخيرة بتاعت كينيا اللي المنتخب اتعادل فيها 1-1، وكمان هنقول لكم المفاجأة والكواليس في الكابتن شوقي غريب، اللعيبة اللي ضمهم المبدئية للأولمبيات، وكمان التلات لعيبة بقى بشكل حصري وانفراد اللي هم هيكونوا مع الكابتن شوقي غريب ومع المنتخب الأولمبي في الأولمبيات. خليكم معانا لنهاية الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اصدقائي مشاهدي ومتابعي برنامج بعد الماتش. لو زملكاوي اول مره تتفرج علينا فاكيد هيسعدنا اشتراكك معنا في القناه وتفعيلك لزر الجرس، وفي نهايه الفيديو لو الفيديو عجبك اكيد هتدعمنا بلايك للفيديو. خلونا الاول ناخد موضوع النني والصدام العنيف مع الكابتن حسام البدري. النني لعيب شبه اساسي مع الارسنال، النني يعتبر من كباتن الارسنال الانجليزي. ممكن انت ما تتفقش مع لعب النني او مع طريقه لعبه، ولكن الانجليز متفقين ومقتنعين تماما بنجومية محمد النني وان هو لعيب شبه اساسي في صفوف الجانرز الارسنال. طيب النني لما الكابتن حسام البدري يجيبه من انجلترا وعشان خاطر يشارك معاه في المباريات اللي هي المؤهلة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية، يبقى لازم لعيب زي النني يجي يلعب، شأنه شأن مصطفى محمد وشأن تريزيجيه وشأن محمد صلاح وشأن أحمد حجازي، وضع طبيعي جدا. النني اتفاجئ ان الكابتن حسام البدري قعده احتياطي لطارق حامد وحمدي فتحي. طب طارق حامد انت مش قادر تقول عليه حاجة لانه من افضل اللعيبة في افريقيا في مركزه، فالوضع الطبيعي ان يبقى النني موجود وطارق حامد موجود. انما النني اتفاجئ ان حمدي فتحي لعب بدلا منه، والنني بين الشوطين الكابتن حسام البدري طلب ان هو النني يسخن، انما النني رفض وقال له انا مش هسخن، انا مش جاي عالة على الفريق ومش جاي كمالة عدد. كابتن حسام البدري غضب بشكل كبير جدا من النني، وكمان النني بقى ايه يعني، النني قال له انا مش جاي كمالة عدد، وكان مشادة كبيرة ما بين الشوطين. ده اللي خلى الكابتن حسام البدري بقى ان هو يعني يخلي عمر جابر هو اللي يسخن وينزل، وبعد كده عمرو السولية يسخن وينزل. النني رفض خالص ان هو يسخن وينزل، وصدام عنيف. والكابتن حسام البدري حاول يحتوي الموضوع، محمد صلاح حاول يتدخل عشان يحتوي الموضوع، النني رفض تماما وكان في حالة غضب شديدة جدا جدا جدا. هنشوف في مباراة جزر الامر اللي هي هتكون يوم الاثنين اللي جاي، هنشوف الدنيا مخبيانا ايه ما بين النني والكابتن حسام البدري. والمفروض النني يعني لازم يبقى ليه وضع داخل المنتخب، ده لعيب بيلعب في الارسنال الانجليزي. يعني انت بتلعب لي حمدي فتحي ومقعد لي نجم الارسنال الانجليزي؟ كابتن حسام البدري بصراحة يعني ليه كده عقلية ودماغ غريبة جدا. الاهلاوي قبل الزملكاوي مش متفقين معاه، وموحدهم في الاختلاف ونقد الكابتن حسام البدري. يعني جمهور الاهلي والزمالك متوحدين في الخلاف مع حسام البدري. دي كانت قصة النني ومشكلة النني، هنشوف في مباراة جزر القمر القادمة اللي هي بقى ايه هتكون تحديد المركز الاول في المجموعة، لان جزر القمر صعد مع منتخب مصر. هنشوف الكواليس وهنشوف الدنيا مخبية ايه. تعالوا بقى بينا نروح لموضوعنا التاني وموضوعنا الشيق جدا وبالانفراد، اسماء اللعيبة اللي الكابتن شوقي غريب الاسماء المبدئية اللي ضمها للأولمبيات، والاسماء بشكل حصري التلات لعيبة المفاجأة اللي الكابتن شوقي غريب ضمهم لقائمة المنتخب الأولمبي في النهائيات الأولمبيات. يلا بينا. الكابتن شوقي غريب اختار 50 لعيب،
دي قايمة مبدئية اتبعتت للفيفا، لان الخمسين لعيب دول خلاص انت بعد كده كابتن شوقي هتصفي ما بينهم، مش هينفع تختار لعيب بعد كده في القايمة النهائية خارج الخمسين لعيب دول. الخمسين لعيب طب يعني هم نجوم المنتخب الاولمبي، مش هطول على حضراتكم لان انتوا كلكم عارفينهم، انما تعالوا بقى اقول لكم فيهم 12 لعيب من اللعيبة الكبار، من اللعيبة النجوم اللي موجودين في الدوري المصري. تعالوا كده اقول لكم ال 12 لعيب الكبار اللي هم من ضمن الخمسين لاعب، وبعد كده بقى نخش في الحصريات. ال 12 لاعب دول يا سيدي: محمد الشناوي حارس مرمى الاهلي، ومحمد ابو جبل حارس مرمى الزمالك اللي هو مش بيلعب مع الزمالك دلوقتي، واللي هو مش منضم للمنتخب في الفترة الأخيرة، واللي هو أفضل حارس من وجهة نظري موجود في الزمالك حاليا، ومن أفضل الحراس الموجودين في منتخب مصر أو في الدوري المصري. محمد الشناوي، محمد أبو جبل، أحمد المحمدي، أحمد فتحي، أحمد حجازي، الونش، أيمن أشرف، طارق حامد، النني، محمد مجدي أفشة، وتريزيجيه، ومحمد صلاح. دول ال 12 لعيب المبدئيين اللي الكابتن شوقي غريب استقر عليهم وهيختار منهم 3 لعيبة. تعالوا بقى أقول لكم بشكل حصري مين اللعيبة أو مين الثلاث لعيبة اللي الكابتن شوقي غريب ناوي يضمهم في الأولمبيات، واللي هم يكونوا متواجدين مع المنتخب الأولمبي. الثلاث لعيبة دول: محمد الشناوي نجم النادي الأهلي، وأحمد حجازي نجم اتحاد جدة السعودي، وطبعا مو صلاح نجم ليفربول والنجم العالمي. هم دول الثلاث لعيبة اللي الكابتن شوقي غريب استقر عليهم بشكل نهائي. ولكن في مشكلة في محمد صلاح، ان ازاي هنخاطب ليفربول ان هو يقدر يسيب محمد صلاح؟ ده مشكلة كبيرة جدا. وطبعا تأمين محمد صلاح والسيستم اللي صلاح هينضم عليه، وليفربول انت هتعمل ايه مع صلاح؟ هتاخده ازاي؟ وهتاخده كام يوم؟ وهيلعب كام ماتش؟ دي كلها امور المنتخب الاولمبي بيحاول يحسمها حاليا مع ليفربول بشأن ضم النجم العالمي محمد صلاح. كل التوفيق لمنتخبنا الاولمبي في الاولمبيات، وكل التوفيق لكابتن شوقي غريب. ومش هنعلق على اختياراته لان دي حرية شخصية للكابتن شوقي غريب، رغم اني كنت اتمنى ان طارق حامد يكون موجود، كنت اتمنى ان الونش يكون موجود على حساب احمد حجازي، لان الونش حاليا هو افضل مدافع موجود في منتخب مصر وفي الدوري المصري. انما الكابتن شوقي غريب ليه دماغه وليه حساباته، مش هننتقده، مش هنقطع فيه كل الدعم زي ما قلت لكم للمنتخب الاولمبي. في النهايه لو انت زملكاوي واول مره تتفرج علينا وبتحب دايما تتابع اخبار الزمالك وتحليلات ما بعد مباريات الزمالك، فاكيد هيسعدنا اشتراكك معنا في القناه وتفعيلك لزر الجرس. وفي نهايه الفيديو لو الفيديو عجبك اكيد هتدعمنا بلايك للفيديو. اشوف حضراتكم على خير باذن الله تعالى، والسلام عليكم.